الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية. ليبيا تطلق حملة تطعيمات لكل الفئات السنية بمدينة درنا بعد كارثة الفيضانات. منتصف ليل القاهرة 9 بتوقيت جرينش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، ونستهل هذه النشرة مع زميلة مادة سعيد. إليك مادة. أهلا بك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما، وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والثقافة وقائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، وجه الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها. قرر رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبا عاما. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري. وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثاراً للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقاً لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المقرر إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر القادم. ومن المقرر استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتبارا من أول أكتوبر، بينما ستبلغ التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة نحو 60 مليار جنيه سنويا، تتضمن 16 مليارا و400 مليون جنيه سنويا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لأربعة ملايين ونصف المليون موظف بالدولة من 300 إلى 600 جنيه شهريا.
وتؤكد قرارات الرئيس السيسي على تضامن وحرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. المزيد عن تلك القرارات في العرض التالي مع الزميلة سارة عبد الله. أهلا بكم. قرارات مهمة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف من أجل التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين، وللتأكيد على حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والبسيطة. الرئيس السيسي أعلن عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق. كذلك أعلن الرئيس السيسي عن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص. كما تضمنت قرارات الرئيس السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالية 5 ملايين أسرة، وأيضا مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالية 11 مليون مواطن. ووجه الرئيس السيسي أيضا بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة. كما وجه البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وأيضا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024. قرارات الرئيس السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية لاقت إشادات واسعة من مؤسسات الدولة ومختلف الأحزاب السياسية، والتي ثمنت هذه الخطوة المهمة التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أكدت أن مثل تلك القرارات تعكس الجانب الإنساني لدى الرئيس السيسي وإحساسه الدائم بمعاناة المواطن وسعيه الحثيث نحو مصلحة المصريين. تنضم هذه القرارات الاستثنائية إلى سلسلة سابقة من حزم الحماية الاجتماعية والتي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد هذه القرارات تضامن وحرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية والإشادات الواسعة التي جاءت مرحبة بهذه القرارات وأهميتها في تحسين حياة المواطنين. بشكر لكم طيب المتابعة. رصدت كاميرا إكسترا نيوز آراء وإشادات المواطنين بأنحاء الجمهورية بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف. القرارات في وسط الدنيا اللي حوالين مننا والبلاد اللي حوالين مننا، وجم السيد الرئيس مشكورا بأخذ القرارات الجريئة، زيادة معاشات، زيادة تكافل وكرامة الأسر الأكثر احتياجا، الناس اللي هي محدودة الدخل. يعني الرجل، يعني السيد الرئيس باصص للناس دي بصة جريئة ماشي، واحنا كلنا بنشكر السيد الرئيس على هذه الخطوات وهذه القرارات الجريئة اللي هو خدها ديت. انا بشكر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه اهتم بالفئة الصغيرة مننا وزودتهم بصراحة، وهو بصراحة روعة روعة روعة، قرارات 100 100، قرارات كلها في صالح الشعب المصري، واحنا بنشكر السيد الرئيس على هذه القرارات. رايي انها قرارات صائبه وجت في وقتها، وانا بشكر القياده السياسيه العظيمه انها يعني اولت اولياتها للفئه الاكثر احتياجا اللي هم عملاء تكافل وكرامه،
يعني دي تاني مرة فترات متقاربة ان عملة تكافل وكرامة يزيدوا 15%. ما كانش اساسا قبل كده في الكلام ده، فدي حاجة كويسة وحاجة يعني تفاؤل. طبعا قرارات جريئة كلها، وكلها لصالح المواطن المصري ولإصلاح الاقتصاد المصري ولصالح المواطن. والله قرارات جميلة ومنشكره جدا لسيادة الرئيس، وهي يعني مش جديدة على الرئيس قراراته العظيمة ديت للشعب المصري، وإنه يبص للفئة الصغيرة كان معاشات أو تكافل كرامة بالذات بالأخص دولت، والمعاشات جت بدأنا بحياة كريمة، بدأنا برصف الطرق، بدأنا بتبطين الترع، بدأنا إن احنا يكون لنا قرارات مهمة جدا لصالح الإنسان المصري البسيط، وده استكمالا للمسيرة. هو حاسس بالمواطن الفقير الغلبان اللي هو المعدوم، فحزمة القرارات اللي خدها ده هي لصالح المواطن للتخفيف على أعباء المواطنين. شكرا معالي الرئيس. برحب جدا بالقرارات اللي أخذها السيد الرئيس الأخيرة، وأنا يعني أرى أنها تأتي في توقيت مناسب جدا للمواطنين وللموظفين خاصة، وأنا شايف كمان أن التدعيم المالي حاليا الخاص بغلاء المعيشة الخاص بالموظفين أو الناس اللي هم في تكافل وكرامة وزيادة الأعداد لحوالي 5 مليون أسرة أو مستفيد جاي في وقته جدا. السيد الرئيس زود العلاوة الاستثنائية بتاع الناس في الفترة الحالية علشان هو حاسس طبعا بالناس دلوقتي وظروفها الاجتماعية وظروف الاقتصادية اللي جاية على الناس، فزادت برضو تكافل وكرامة. سيادة الرئيس وجه الاهتمام بيهم مرة أخرى، برضو دلوقتي عددهم زاد، برضو أصحاب المعاشات زود برضو نسبة للمعاشات. القرارات اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمره أمس في محافظة بني سويف، وهي إحدى محافظات الصعيد، وتعديل منظومة الدخل لدى المواطنين وزيادة الأجور، هي جت في وقتها لأن هو السيد الرئيس أعلم بشكل قاطع وصريح أنه يعلم ما يحدث في مصر على دراية كاملة بالأمور التي تمس حياة المواطن البسيط. طبعا الرئيس بيحس بالمواطن المصري ودايما سباق في قراراته، إن هو أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي مش زيادة العلاوة الاستثنائية وبس، لا ده هو أطلق حزمة مبادرات رئاسية. المبادرة دي تنموية في كافة القطاعات، سواء في الصحة، سواء في التعليم، سواء في التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في تمكين الشباب. أنا بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة القرارات التي صدرت أيضا من إحدى محافظات صعيد مصر، من محافظة بني سويف، وهذه القرارات الهامة إنما تصب في مصلحة المواطن، وإنه ده دليل على إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بالمواطن المصري البسيط وأيضا حاسس بأصحاب المعاشات. أنا أشكر سيادة الرئيس على الأجور اللي رفعها لنا تمام، ويعني الدنيا تمام معانا، وربنا يخلينا سيادة الرئيس وفي قراراته وفي كل سنة برضو بيرفع لنا الأجور. هذه القرارات يمكن جات في توقيت مناسب للغاية، كان المواطنين بمختلف فئاتهم في أمس الحاجة لمثل هذه القرارات الاقتصادية. بنوجه رسالة شكر للسيد رئيس الجمهورية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية اللي اتعملت الفترة اللي فاتت أو امبارح بالذات، لما السيد الرئيس قام بعمل بعض الإصلاحات أو حزمة إصلاحات اقتصادية، اعتقد ان مردودها منها يعني المردود بتاعها اللي هو هيجي على المواطن الغلبان اللي هو كان الفتره اللي فاتت في امس الحاجه لهذه الاصلاحات. احنا بنشكر سياده الرئيس على القرارات اللي اتخذها امبارح، بالذات لما زود دخل الناس ب 300 جنيه غلاء المعيشه، واحنا بنشكره وربنا يكرمه ويعافيه ان شاء الله. انا والله نشكر الرئيس على اللي هو بيعمله للناس الغلابه، وحاسس بينا وزي ما شايفين احنا ناس غلابه على قد الحال، وبيحس بالناس غلابه التكافل والكرامه المعيشه بتاع، ربنا يخلونا ويبارك لنا فيه. طبعا بنشكر الرئيس السيسي على القرارات اللي قالها امبارح في المؤتمر، وطبعا ده بيدل ان هو حاسس بالمواطن وحاسس بالمعاناه اللي احنا عايشينها في زياده اسعار وتعب المواطنين وكل حاجه، وفي النهايه هو رئيسنا هو حاسس بالشعب كله. بنشكر الرئيس السيسي على زياده المرتبات والمعاشات، ومعناته كده ان هو حاسس بالمواطن. نشكرك يا سيادة الرئيس. هو يشكر قوي 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 ان هو بيراعي ظروف الناس المساكين وزيادة المعاشات في تلك الظروف البلد الصعبة. كمل اللي بدأته، كمل اللي اشتغلت فيه، واحنا كلنا وراك، انت بتثق في المصريين تماما والمصريين بيبادلوك نفس الثقة، فكمل واحنا وراك واحنا معاك يا ريس دايما. احنا بنشكر الرئيس السيسي على قرارات اللي قالها امبارح، وده بينم على اهتمام وبمعاناة الشعب في ظل الأوضاع الاقتصادية اللي الشعب بيعيشها الأيام دي. شكرا رئيس.
أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصري. وأكد الاتحاد الذي يضم في عضويته 27 اتحادا إقليميا وأكثر من 30 اتحادا نوعيا أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسي دعما لجهوده، مضيفا أن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية. وأضاف بيان للاتحاد أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها. افتتح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا مدارس 2023 بمحافظة الجيزة، وأكد مدبولي أن افتتاح هذا المعرض يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات قبل بدء العام الدراسي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، لافتا إلى أن هذه المعارض تعد نموذجا مهما للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وشدد على استمرار تحفيز الدولة للمنتج الوطني وتقديم أوجه الدعم له حتى يتوافر بجودة منافسة وسعر مناسب. هو معرض مميز جدا نظرا ان في كل السلع متنوعة والأسعار مخفضة جدا، يعني فرق ممكن سعر الزيت فرق عن المعرض عن بره فرق 10 جنيه، اعتقد مع المواطن البسيط هتجمع في السلع فهتساعد في كتير ان هو يجيب حاجات اكتر بكتير، نظرا ان في لبس مدارس وسلع غذائيه متنوعه جدا وباسعار مميزه جدا غير بره تماما. حلو، ولقيت الحاجات المدرسه كلها اللي هي يعني البنسل كيس وكده، وبعديها يعني المعرض في حاجات حلوة كتير وأشكال وألوان وإلام وحلو. المعرض من أجمل الأشياء اللي في مصر، إنه في اهتمام بالشعب المصري بتوفير منتجات المدارس للطلبة والطالبات بأقل الأسعار، وفي اهتمام من الدولة ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اهتمام من سعادة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام كبير بتوفير المنتجات والملتزمات اللي يحتاجها الطلبة أبناؤنا في المدارس، منتجات جميلة ورائعة، ملابس، شنط، اكسسوارات، أقلام، جميع ما يحتاجه الطالب في هذا المعرض متوفر وبأقل الأسعار. كل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة، والبركة في رئيسنا، ربنا يخليه لمصر. تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، وخلال لقائه بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط تم استعراض جهود المحافظة خلال الأشهر الماضية، كما ووافق رئيس الوزراء على إنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم كل الجهات الخاصة بصناعة الأثاث تكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة، وكذا القيام بكل إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة القادمة وزيادة الاعتماد عليها يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة وأشار مدبولي بإمكانات مصر الهائلة التي تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث إنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى مستويات الحياد الكربونية.
وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية من أجل توفير كل الخدمات اللازمة للحجاج المصريين. وخلال ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للحج تم استعراض الاستعدادات اللازمة للموسم المقبل، كما وناقش أيضا عددا من الخدمات اللوجستية التي ستقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إطلاق قافلة علاجية في منطقة الخزان غرب التابعة لمركز أسوان، وتضمنت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم وطفيليات والأشعة العادية، حيث بدأت القافلة بالتثقيف الصحي وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان للمترددين من أبناء القرية وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية. احنا بننفذ القافلة الطبية على مدار يومين النهاردة وبكرة ان شاء الله في قرية الخزان غرب التابعة لمركز أسوان. فكرة القوافل العلاجية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بنتوجه للقرية المستهدفة لتقديم الخدمة الطبية فيها. القافلة بتحتوي على 8 تخصصات طبية مختلفة، صيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معمل الطفيليات، معمل الدم، خدمة الأشعة العادية، خدمة الأشعة التلفزيونية. الكشف والعلاج في القافلة بالمجان، بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب. بيوقع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي والاستشاري في كل تخصص، محتاج أشعة، محتاج تحليل، محتاج علاج دوائي، بيتم صرفه من القافلة هنا بالمجان. احنا هنا في قافلة طبية 10 تخصصات، هنا 10 عيادات، وأنا هنا في عيادة الأطفال، وبنكشف على الأطفال بالمجان والعلاج بالمجان، وأي حالة محتاجة إن هي تحويل للمستشفى بنحولها ضمن المستشفيات وزارة الصحة. وياي أكشف في القافلة على أظهر، أنا عندي القلب، ونشكر السادة الأفاضل اللي جونا لغاية عندينا، ونشكر سيادة الرئيس اللي هو جبنا القافلة دي، وإن احنا بنروح أسوان مشوار بعيد والحمد لله يعني يوم جونا لغاية عندينا. احنا سمعنا النهاردة في قافلة بالخزان غرب موجودة عندنا في المستعمرة، فجيت أكشف، فبصراحة لقينا ما شاء الله الدكاترة كويسين ومعاملة كويسة، وعندي حكشف عظام، كشفت عظام وحكشف سمدات باطني. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قام فريق التوعية والوقاية ضد مخاطر الحروق بمؤسسة أهل مصر للتنمية بحملات لتوعية المواطنين. وقامت المؤسسة بتوعية أكثر من 500 مستفيد ضمن قافلة ستر وعافية بقرية ستس الأمراء بمحافظة بني سويف، وأيضا تم استلام طلبات العلاج من الناجين من حوادث الحروق للبدء في إدراجهم بقوائم العلاج. وصلت إلى ليبيا حاملة المروحيات مسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية إلى ليبيا وبذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.
قدم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبدالله باثيلي تعازي الأمم المتحدة في الكارثة الأخيرة في درنا والمناطق الأخرى المتضررة. وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا في بيان عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه شدد خلال اللقاء على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة مع ضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار. وجدد المسؤول الأممي دعمه للجنة المالية العليا مقترحا إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، كذلك توحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة. أثنى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح على جهود كل وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كل ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الفاجعة. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية للاطلاع على سير عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق مدينة درنا، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات. عقد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر اجتماعا مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري وعدد من القيادات ضمن سلسلة الاجتماعات المتعلقة بتداعيات العاصفة المتوسطية دانيال، وذلك لمتابعة تطورات عمليات البحث والإنقاذ والعمل على توفير كل ما يلزم لتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي. قال وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة الدكتور عثمان عبد الجليل بشأن آخر المستجدات في مدينة درنا إن وزارة الصحة أطلقت حملة تطعيمات لكل الفئات السنية بمدينة درنا بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر الليبي. وأشار وزير الصحة الليبي إلى أن الحملة شملت كل سكان المدينة فضلا عن الأطقم الطبية والعسكرية وكل اللجان والجهات العاملة داخل مدينة درنا. التطعيمات كما ذكرت هي لثلاث فئات، بالنسبة للفئة اللي يشتغلوا في 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 عمليات الإنقاذ، هذا نوع خاص من التطعيمات اللي هو التطعيم الثلاثي نقول له. والفئة اللي هم في المرافق الصحية بيتلقوا الهيباتايتس بي. بالنسبة للأطفال سيأخذوا التطعيمات العادية من الهيباتيتس A والهيباتيتس B وغيرها وشلل الأطفال والمار، فهذه كلها يعني تركيبة كاملة، يعني هي هذه العملية مشرف عليها المركز الوطني للأمراض ويعرفوا جيدا يعني شنو لكل حالة أو شنو اللي متوقع الضرر اللي يلحق بها وشنو التطعيم الخاص بها. أعلنت الشركة القابضة للاتصالات في ليبيا عودة 94% من خدمات الاتصالات في المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية جراء الإعصار دانيال. وأوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات أن الشركة تعرضت لخسائر ضخمة مما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية وهي الأساس لخدمة الاتصالات، مؤكدة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة لجمع التبرعات من المواطنين لدعم تلك البلديات. تواصل القوات المسلحة الليبية جهودها لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ الجارية في مدينة درنا، حيث تتواصل الجهود لانتشال الجثامين من داخل البحر والبيوت المدمرة، فضلا عن استمرار البحث عن المفقودين من داخل البيوت المتضررة في مناطق وأحياء درنا. ورغم مرور أسبوع على كارثة السيول في ليبيا إلا أن حجم المأساة الإنسانية يتكشف يوما بعد يوم. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. شيئا فشيئا يتضح حجم المأساة التي تشهدها ليبيا بعد أكبر كارثة طبيعية منذ زلزال الستينيات. أثار الدمار بادية في كل الأرجاء خاصة في مدن الشرق التي اختفت معالمها الأساسية وحل مكانها ركام المنازل المتهدمة والسيارات التي جرفتها السيول. في مدينة سوسة ما زالت لحظة وقوع العاصفة دانيال وما تبعها من فيضانات
حاضرة في أذهان المواطنين. خش علينا السيل، نبيدي قاعد في حوشي ناول الولية ومعايا من وليدين وبنيتين. لما خش علينا السيل قعدنا ايش؟ قعدت الولية تصرخ والعويل يصرخوا. لما جينا باحثنا الوضع المية لعند الركبة هنا يا استاذ. والله أنا يوم طلعت من الجراج لقيته متحذي، لأن السيل كان جارف خلاص. جرف السيارة مع حل تجاري هذا يجيها الباب هو اللي نقضني ونقض صغاري بصراحة يعني. ومعيني ست معاقة عربت الله وش اسمها حطيني من في الحوش الرجل هذا بعد طلعني من هناك من الجهة الأخرى يعني. كذلك الحال في مدينة البيضاء حيث خسر سكانها أقارب لهم وممتلكات خلال تلك الفيضانات المدمرة. مية تحديرهم يعني غطسني أنا، لو أنا هنا كنت غطست البضاعة كلها عن طرف غاضية. جينا هنا طلعنا البضاعة كان في طينة لحدينا طينة البضاعة كلها طينة. الحواشير راحت، سيارات راحت، حتى الأطفال راحت هنا. وفي درنا أكثر المناطق الليبية تضرراً، أغرق الفيضان المصاحب للعاصفة المنطقة بأكملها، وهو الوضع الذي زاد من حدته انهيار سد المدينة. كانت الأسرة كلها موجودة طبعاً في البيوت عرفت، وفجأة مرة واحدة دخل علينا السيل، فالسيل غرق المنطقة هذه بالكامل، وبالنسبة للارتفاع تقريباً 10 و12 متر. يوم الكارثة طبعاً إن انفجر السدود طبعاً هنا كان سبب غرق المدينة بصراحة، إلا كان قبل الوضع بساعات يعني كان الأمور تحت السيطرة حقيقة، الأجهزة المحلية كانت مسيطرات، لكن بعد انفجار السدود نشهد بالله أن الموضوع خرج عن السيطرة. دارنا اللي صار لها أنها غرقت في طوفان مية. وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 38,000 شخص نزحوا من المناطق الأكثر تضرراً في شرق ليبيا، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن نحو 30,000 طفل تأثروا بتداعيات الإعصار دانيال. أكد الجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع تقوم بتخريب وتدمير البنى التحتية بشكل ممنهج. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله أن الميليشيا قامت بمحاولة إحراق مبان لإحدى شركات البترول بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى، كما أعلن أن الميليشيا حاولت نهب وحرق مصرف الساحل والصحراء. أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على قرية كليشتشفيكا في الشرق على الطرف الجنوبي من بخموت. وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيريسكي إن القوات الأوكرانية طهرت القرية بأكملها. قال وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية راسلان ستارليتس إن الأضرار البيئية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في بلاده بلغت 57 مليار دولار. وأشار ستيرليتس إلى أنه على مدى الشهرين ونصف الشهر الماضيين زاد حجم الأضرار التي لحقت بالبيئة بنحو 1.5 مليار دولار، مؤكدا أن العمل جار حاليا على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للتعافي البيئي لأوكرانيا من عواقب الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصنع للدبابات كانت تستخدمه قوات كييف لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني. وأضافت الوزارة أن المدفعية الروسية دمرت محطتي رادار أمريكيتي الصنع في منطقتين مختلفتين في المقاطعة. أستريا.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة تسيطر على العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأوضح لافروف أن واشنطن تواصل حربا ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية والبيانات من الأقمار الصناعية. دعت المفوضية الأوروبية بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى اتخاذ موقف بناء بشأن حظر الحبوب الأوكرانية، وكانت قد أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر استمرار فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية بعدم تمديد القيود المؤقتة على صادرات الحبوب الأوكرانية إلى دول الجوار الخمس. زاد الوجود الصيني في المجال الجوي والبحري في منطقة بحر الصين الجنوبي ما أثار قلق الدول المجاورة لها وفي مقدمتها الفلبين التي ضاعفت جهودها في عمليات المراقبة البحرية. التقرير التالي يوضح المزيد. في ظل تصاعد حدة التوترات في بحر الصين الجنوبي، زادت وتيرة التواجد الصيني في المجال الجوي والبحري في منطقة التنازع بصورة أثارت قلق دول الجوار وخاصة الفلبين. الجيش الفلبيني أكد أنه بات يضاعف جهوده في عمليات المراقبة البحرية بسبب عودة ظهور السفن الصينية حول الحدود الغربية، مضيفا أنه بعد أن نجح في إبعاد 50 سفينة تابعة للصين في يوليو الماضي، عادت هذه السفن مرة أخرى في أواخر شهر أغسطس. وذكر البيان أن الجيش الفلبيني يشتبه في إجراء عمليات جمع غير قانونية ضخمة للشعب المرجانية في المياه المتنازع عليها بناء على مسوحات أجريت تحت الماء من قبل غواصين من البحرية الفلبينية. وتصاعدت التوترات بين البلدين في الفترة الأخيرة بسبب موقع سفينة حربية متوقفة تعمل كموقع عسكري في بحر الصين الجنوبي، ومناوشات بين سفن تابعة للبحرية الصينية وزوارق خفر السواحل الفلبيني. وحسمت الفلبين لصالحها قضية تحكيم دولي في عام 2016 ضد مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، إذ صدر حكم بعدم وجود أساس قانوني لمطالبة بكين بالسيادة على المنطقة بالكامل. ولا تعترف الصين بالحكم وتبني جزرا عسكرية صناعية في بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مطالباتها بالسيادة التاريخية في المناطق الاقتصادية الخاصة للفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا. من جانبها تعتبر الولايات المتحدة أن تحركات الصين ضد الفلبين لا تتفق مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن بكين عرضت سلامة السفن الفلبينية وأطقمها إلى الخطر، وشددت على أنها تقف إلى جانب الفلبين. غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على متن قطاره من شرق روسيا نحو الحدود الكورية الشمالية، مختتما زيارة للبلاد بدأها الثلاثاء والتقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين. جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام بأن الزعيم الكوري الشمالي ناقش مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. أصداء زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا ما زالت تتردد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فيما بين مخاوف ورسائل طمأنة تواصلت ردود الفعل على تلك الزيارة التي تعد الأولى للزعيم الكوري الشمالي خارج بلاده منذ 4 سنوات. وكالة الأنباء الكورية المركزية قالت إن زيارة كيم إلى روسيا تأتي كذروة جديدة للصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين البلدين. وعلى صعيد المخاوف، أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الشعور بالقلق من تقارب العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ، خاصة مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ومضي كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية. أما على صعيد رسائل الطمأنة، فبددت موسكو مخاوف الغرب بإعلانها عدم توقيع أي اتفاقات بشأن المسائل العسكرية خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي. وفي سياق تفاصيل الزيارة، فكان جدولها حافلاً بالمحطات الاستراتيجية، فبعد زيارة مصنع ينتج أقوى الطائرات المقاتلة الروسية، تفقد الزعيم الكوري الشمالي القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ فرط الصوتية والسفن الحربية قبل أن يقوم بجولة في أحد المتاحف المائية وزيارة جامعة الشرق الأقصى بمدينة فلادفيو ستوك، فيما سبق أن عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع الزعيم الكوري الشمالي في القاعدة الفضائية الرئيسية في روسيا، حيث ناقش مسائل عسكرية والأزمة في أوكرانيا وتعميق التعاون. اقتصاديا، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وخلال مشاركته فعاليات الاحتفال بالذكرى 74 لقيام جمهورية الصين الشعبية، أشار إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 16 مليار دولار. شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المنعقدة بنيويورك، حيث ألقت كلمة بجلسة التحالف المحلي 2030 دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ضمن فعاليات القمة. سجلت موانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس حركة تداول للسفن بإجمالي حمولات تجاوزت 4 ملايين طن، وبلغ عدد الحاويات 349,957 حاوية من خلال استقبال عدد 275 سفينة متنوعة خلال الشهر. وأوضحت المنطقة أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 41 سفينة حاويات بطاقة محققة بلغت 444,925 طنا، بينما استقبل ميناء العريش البحري 16 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75,855 طنا. وكانت المنطقة الاقتصادية قد أعلنت مؤخرا تعزيز إمكانات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، وشدد المركز على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3,800,000 طن مع انتهاء الموسم نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر. وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية تتيح تمويلا قدره 12 مليون يورو للجهاز بهدف توفير الدعم المالي والفني للمشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابي على المناخ في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز سبل التعاون مع كبرى جهات التمويل الدولية المعنية بالأنشطة التنموية والمساهمة في خطط الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع أصحاب المشروعات على تطبيق آليات
تسهم في الحفاظ على البيئة وتساعدهم على الترشيد في استهلاك الموارد المتاحة. تواصل إضراب العاملين في ولاية ديترويت الأمريكية في أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النقابة الأمريكية للعاملين في قطاع السيارات التي يبدأ فيها العمال إضرابا في ثلاث شركات في وقت متزامن. في حدث تاريخي يتواصل إضراب العاملين في ديترويت في أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة دون أن يظهر في الأفق موعد لانتهائه، حيث لم يتم التوصل لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النقابة الأمريكية للعاملين في قطاع السيارات الممتد على مدار 88 عاما التي يبدأ فيها العمال إضرابا في ثلاث شركات في وقت متزامن، فيما حذر رئيس النقابة المنتخب مؤخرا من أن النقابة لن تتردد في توسيع نطاق هذا التحرك الاحتجاجي. كانت المفاوضات بين العمال وأصحاب الشركات بدأت منذ شهرين للتوصل لاتفاقيات عمل جماعية جديدة مدتها 4 سنوات، حيث رفضت نقابة عمال السيارات حتى الآن العروض غير المسبوقة المقدمة من شركات صناعة السيارات التي تضمنت زيادات في الأجور بنسبة 20% تقريباً وآلاف الدولارات كمكافآت والاحتفاظ بالرعاية الصحية البلاتينية للنقابة وغيرها من المزايا، حيث تضمنت المطالب الرئيسية للنقابة زيادة في الأجور بنسبة 40% واستعادة تعديلات تكلفة المعيشة. وفيما سارعت شركات السيارات الكبرى إلى التنديد بالإضراب، حذر مراقبون من أن امتداد الإضراب لوقت طويل قد يسفر عن نقص حاد بالمعروض وارتفاع أسعار السيارات، بما قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي الكلي الذي يواجه بالفعل معركة شرسة ضد التضخم. رياضيا، فاز منتخب مصر للناشئات على نظيره المغربي في ثاني مواجهة الفريق في بطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس، ويلعب المنتخب المصري ضمن منتخبات المجموعة الثانية وتضم منتخبات مصر وأنغولا والمغرب والكونغو الديمقراطية، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا. حصدت لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عقب فوزها على مواطنتها دينا مشرف بأربعة أشواط لشوط. وكان نصف النهائي للبطولة قد شهد سيطرة لفتيات مصر، حيث واجهت هنا جودة نظيرتها مريم الهضيبي، بينما واجهت دينا مشرف نظيرتها يسرى حلمي، وتأهل منتخبا الرجال والسيدات للأولمبياد بعد فوزهما بالميدالية الذهبية. كما تأهب ثنائي الزوج المختلط دينا مشرف وعمر عصر بعد تتويجهما بالميدالية الذهبية. تواجه بطلة التنس المصرية ميار شريف المصنفة رقم 33 عالميا اليوم الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة رقم 56 عالميا في الدور الأول من البطولة 64 غوادالاخارا للأساتذة في المكسيك للتنس فئة 1000 نقطة. ومن المقرر أن تشارك ميار شريف رفقة الإيطالية جاسمين باوليني في منافسات زوج السيدات أمام ثنائي من أمريكا وأستراليا في الدور 32. تنطلق اليوم الاثنين منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تفتتح مواجهته بالمباراة التي تجمع بين فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي. المزيد في هذا التقرير فلنتابع. عجلة الدوري الممتاز تعود للدوران مرة أخرى في نسخة جديدة مليئة بالإثارة والمتعة الكروية. الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري وحامل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه.
يخوض أول لقاءاته أمام المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية. يأمل الأهلي حامل اللقب في محو أحزان خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بالفوز على المصري البورسعيدي في مواجهة قوية بين الفريقين. أما الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسيليو فسيخوض اختبارا صعبا ضد بيراميد الذي يقوده البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك الأسبق. يطمح الزمالك في مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بثنائية دون رد في الكونفدرالية الأفريقية. يخوض الإسماعيلي اختبارا مهما في مستهل عهد المدير الفني إيهاب جلال عندما يحل ضيفا على زد اف سي الصاعد للدوري مع مدربه مجدي عبد العاطي. 18 فريقا يشارك في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز وذلك عقب هبوط فرق حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان إلى الدرجة الثانية وصعود أندية زد والجونة وبلدية المحلة. تكتظ البطولة باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب لتشتعل المنافسة بين الأندية من أجل الانطلاق نحو المراكز المتقدمة في المسابقة. أكد رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا أن كل مباريات الموسم الجديد سيديرها حكام مصريون، وقال بيريرا إن اللجنة عملت على مناقشة قوانين جديدة خاصة بها حيث أقيمت دورة تأهيلية للمراقبين وتم اختيار 48 مراقبا جديدا و36 حكما إضافة إلى 7 حكام دوليين و52 حكما مساعدا للدوري الجديد. وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وقبل ختام الحصاد مشاهدي الكرام، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية. ليبيا تطلق حملة تطعيمات لكل الفئات السنية بمدينة درنة بعد كارثة الفيضانات. مشاهدينا، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا دائما لطيب متابعتكم لنا. كان معكم في هذه النشرة الزميل محمد المهدي وأنا مدى سعيد، وهذه تحياتنا.